وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، سميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت للتوحيد، لأن القرآن على ثلاثة أقسام: إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواهي وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل والجنة والنار. فهذه السورة خلصت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله جل وعلا، فهي في التوحيد، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأنها خلصت لتوحيد الله عز وجل. هذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص.